الغاز المنزلي من السوق ب1500 ريال، أو في بعض المناطق بأكثر من 2000 ريال. هذا يوم أن كانت أسطوانة الغاز ب2500 ريال، أما اليوم وقد أصبح المسؤول عن وصولها إلى 7000 ريال، فبماذا يمكن أن يبرر هو أو أنصاره؟ لم ينسى اليمنيون أنهم خرجوا في العام 2014 وحملوا لافتات تطالب بإسقاط حكومة باسندوة، وترفع مقولات منها: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج شاهرا سيفه. أما اليوم وقد قضت ميليشيا الحوثي على ما تبقى من أقوات الناس، فلا يسمحون حتى بالاحتجاج فضلا عن شهر السيوف. هذا احنا رجعنا لعصر الإمام الجعلان، وكيف هذا الموقد لا لا حقية، احنا شعبايش، احنا أكلونا. اليوم يعود الحوثيون باليمنيين إلى عهد أجدادهم الإماميين، عهد الحطب وعصر الظلام والغبار. يقف السكان في طوابير طويلة تمتد اليوم أو أكثر للحصول على اسطوانة غاز منزلي. انعدام الغاز لا يقتصر أثاره على الطبخ في المنازل، بل تمتد المعاناة للمخابز والأفران والسيارات، حيث أصبحت كثير من وسائل النقل تعمل بنظام الغاز، ما سبب شللا واسعا في شوارع صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب. تتعدد قصص المعاناة من شكاوي أصحاب المطاعم أيضا، فهم الضحايا الذين لا يتعاطف معهم أحد، يضطرون لأن يشتروا من السوق السوداء ب7000 ريال وربما أكثر لكي لا يقفلوا أبواب مطاعمهم. في الوقت نفسه لا يستطيعون رفع الأسعار لأن المواطنون لا يستطيعون ذلك. السلطات الحكومية في مأرب تقول إنها تزود التجار في مناطق سيطرة الحوثيين بسعر 1050 ريالا للاسطوانة الواحدة، على أن تباع للمواطنين ب1250، لكن الحوثيون يعطلون عمل شركة الغاز الحكومية لصالح بعض التجار الذين يتبعونهم، وبالمقابل يفرضون على ناقلات الغاز جمارك إضافية يتسبب بارتفاع كلفتها واصلة إلى صنعاء أو الحديدة. تقول وسائل إعلام حوثية إن الغاز يباع ب3000 ريال، ومن يخالف ذلك سيتم معاقبته، فيرد الناس بسخرية ممزوجة بالقهر. نعم، الغاز ب3000 في المحطات المغلقة، لكنه ب7000 ريال في المحطات المفتوحة. يكبر السؤال أمام الحكومة والإقليم والعالم: إلى متى سيستمر حال اليمنيين بهذه الصورة؟ وما هو المصير إذا لم يأتي الخلاص؟